آدم قالوا هذا اسم سرياني ليس اسما عربيا، إذن لا كلام لنا معه على هذا. ولكن قال بعض أهل اللغة هو اسم عربي ليس سريانيا، فإذا كان عربيا فما وزنه؟ آدم أفعل أصله آدم، ولكن طبعا هذا الصوت لا يوجد في كلام العرب، هذه أصوات لا توجد في كلام العرب. ولذلك عندما يقول إنسان ائتوني به، اقرأ قول الله تعالى ائتوني به استخلصوا لنفسي، هذا غلط، هذا الصوت ما كاينش في العرب، في كلام العرب هذا صوت معدوم، إيه ما كاينش، أه ما كاينش، أه ما كاينش. ولذلك تقول ائتوني، وقال الملك ائتوني به، ائتوني به إذا أردت أن تبتدئ، فتكون آدم على وزن أفعل. وإنما قالوا قد يكون من الأدمة التي هي السمرة، وقد يكون من الأديم الذي هو وجه الأرض لأنه منه خلق، والله أعلم أي ذلك كان. نعم.